بسم الله الرحمن الرحيم. هذا توسل الداعي إلى الله العارف بالله المربي روحي وجسمي أستاذنا البركة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن علي بن عمر بن سقاف بن محمد السقاف عاد الله علينا من أسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآن نيك الكريم تنوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفق ني لحسن العبادات. بأسمائك الحسنى تجود بتوبات نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولمحات تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسير لي أمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي. بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجناتي. بفضلك بشرني بحسن خواتيمي وبالراح ما تدخلني بدار الإقامة. عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة.